عشان يقدر يحافظ على البيئة النظيفة. لينا الأفكار الجيدة، أشجعك، هبنيلك، نقدم الرسالة اللي علينا، نكون قد المسؤولية. أشكركم. عبدو الوادي الجديد وأسيوط طول عمرها تاريخ واحد، حاليا شغالين في خطط متوازية على إن احنا نتحول للطاقة النظيفة. موجودة هنا النهاردة علشان لولا أهمية هذا النوعية من المشروعات. نشكرهم ونشكر كل القائمين. رائد الذكية كل محمد، مدير محمد سنوسي، الأستاذ المعلومات أحمر، الأستاذ ميت مادة غريبة في شعب ومن النار، هي لتقييم المشروع والآم الدقيقية للمهندسة آية ومن تدوير النفايات بلاستيك الناشئة، الأستاذ دكتور رشا محمد، سيدة المهندسة فاز عدلي مصلح أبو عقيل، دكتورة مروة منصور صلاح عبد العزيز، مجتمعية بالقاعات الخضراء، الأستاذة نسمات عنتر محمود أحمد.